السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميمين. ازيكم يا سنة تانية إعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض يونت 8 الوحدة التامنة. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. هنقرأ الكلمات مع بعض وبعد كده هنشرح الجرامر ونحل امتحان على الوحدة السابعة والتامنة، تمام؟ إن شاء الله الفيديو يكون سهل وخفيف وتعالوا نبدأ. اول حاجة عندي كلمة سناك، بعد كده سبايسي، سويت، بروتين، سميل، بالانسد، ادفايز، ريزون، ريلاكس، سولتي، فاست فود، ريسيبي، سينس، فريش، تيست، بيبر، سبانيش، سويت بوتيتو، تمام؟ طيب بعد كده بقى عندي الديفينيشنز، التعريفات. كلمة اليرجيك، اليرجيك مهمة جدا وبيجي وراها دايما تو، تمام؟ بيقول معنى كلمة allergic having something that makes you ill when you eat or touch it، بيقول لي حاجة بتخليك تعبان لو انت اكلتها او لمستها. طيب ده واحد يعني عنده حساسية. number two delicious very nice to eat، حاجة جميلة ان انت تاكلها. energy something that gives you the power to do things، الحاجة اللي بتديك القوة ان انت تعملها، يبقى طاقة. fast food food that is quick and easy to buy or cook، اكل انت بتشتري بيبقى سهل وسريع ان انت تطبخه او تشتريه، تمام. diet is the kind of food that you eat every day، بيقول نوع الطعام اللي انت بتاكله كل يوم. beat معناها يخفق، اللي هو يعني بيضرب. mix food quickly using a fork a wooden spoon etc، بيقول انت بتخلط الطعام بسرعة باستخدام شوكة او معلقة خشبية او اي حاجة، يبقى انت بتعمل كده خفق. bone العظمة، one of the hard parts of the skeleton inside a person or animal، بيقول لي الجزء الصلب في جسم الانسان او في هيكل الانسان او الحيوان، طبعا بنقول عليه ايه؟ bone، تمام. بعد كده عندي كلمة chop، chop يقطع، بيقول لي cut something into a small pieces، ان احنا نقطع الحاجة لأجزاء ايه؟ صغيرة. fry يقلي، cook something in hot oil or fat، بيقول ان انت تطبخ الحاجة في زيت سخن او دهون. dairy products منتجات الألبان، things that can be eaten which are made from milk or a cow such as cheese and butter، بيقول لي ان هي الحاجات اللي احنا بناكلها اللي بتبقى مصنوعه من اللبن بتاع الايه؟ البقره، زي الجبنه والزبده. كلمه juicy full of juice، مليان ايه؟ بالعصاره. بور يعني يصب، بيقول لي make a liquid flow out of or into something such as a cup or bowl، بيقول لي ان انت يعني تخلي السائل يتدفق، تمام، في حاجه زي مثلا الكوبايه او البوله. سيرف يقدم طعام، provide food or drinks ان احنا بنقدم طعام او شرب. unusual حاجة غير طبيعية او غريبة، different from others of the same type in a way that is surprising or interesting، حاجة مختلفة عن النوع بتاعها، تمام، فده بنسميه حاجة surprising مدهشة او مفاجأة او interesting رائعة، تمام. طيب نقلب بقى الصفحة كده ونحل مع بعض على الكلمات. اول حاجة بيقول watermelon and oranges are طبعا هتبقى juicy، حاجة مليانة ايه؟ عصارة، يعني مليانة مية يا ولاد. not is a small amount of food eaten between meals، كمية الاكل الصغيرة اللي بناكلها بين الوجبات هتبقى snack، وجبة خفيفة. he doesn't eat any cakes because he is not too nuts، الله too يبقى allergic اهي، هو عنده حساسية من المكسرات. I don't put any salt on mine because I don't like not food، طبعا سولتي فود ما بيحطش ملح لانه ما بيحبش الاكل ايه؟ المالح. بعد كده we need not to have a strong body، محتاجين ايه عشان يبقى جسمنا قوي؟ طبعا proteins. we call food that are made from milk نقط، بيقول لي الطعم اللي بيصنع من اللبن بنسميه ايه؟ dairy products منتجات الالبان. durian fruits are very healthy and not delicious and taste، تمام، وطعمها لذيذ. what is the not for coming late today، what is the reason for، كلمة reason دايما يجي وراها for. not can be green red and yellow، ممكن تكون خضراء او حمراء او صفراء، يبقى البيبر اللي هو الفلفل. try to have our own diet to keep you healthy، يبقى balanced diet، دايت ايه؟ متوازن.
هنا بقى الوحدة التاسعة وبعدين العشرة والحداشر والاتناشر، وبعد كده نيجي بقى الستراكتشر. طبعا احنا رجعنا على الوحدة السابعة امبارح، النهاردة ان شاء الله رجع على يونت ايت. سهلة جدا واسهل جرامر معانا السنة دي، كلام فاضي. في الوحدة التامنة بيقول لي الفرق ما بين الوت اوف وافيو اليتل. الوت يعني كثيرا من، وافيو قليلا من، واليتل قليلا من. طب ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ افيو للاسماء التي تعد، واليتل للاسماء التي لا تعد. قلنا الاسماء التي لا تعد اللي ما ينفعش اجمعها، زي الميه والرز والمكرونه والسوائل كلها. فكلمه اللطف بتيجي مع الاثنين، ما بتزعلش حد. اللطف تيجي مع الاسماء التي تعد والتي لا تعد، ودايما بيجي وراها طبعا اوف. اليتل قليلا من اسم لا يعد بعدها، وافيو اسم يعد بعدها. تمام. طب احنا شرحنا الحاجات دي بالتفصيل، ولو عايز بقى الدرس اكتبه كده جرامر الوحدة التامنة انجليزي تاني اعدادي قناة انجليزي ببلاش، هيطلع معاك على طول، سهل جدا وبسيط. هنا بقى بيقول لي there is not petrol in this car we need more for traveling. بيقول لي ده في بترول ايه في العربية، احنا عايزين اكتر للسفر، يبقى في بترول اقل. طب البترول احنا بنقول قليل، يبقى little او a few. البترول لا يعد، يبقى a little petrol. Hannah has only not flowers she can't give you one. بيقول لي هانا معاها ورود قليله مش هتقدر تديك واحده. طب الورود تعد؟ اه. يبقى لوت؟ لا، ما لوت بيجي وراها اوف، يبقى a few flowers. There is not water in the bag ocean. بيقول لي الميه بقى تعد ولا لا تعد؟ لا تعد، يبقى a little ولا some ولا any ولا a lot. ده بيقول لي big ocean، المحيط الايه الكبير، يبقى a lot of water، في ميه كتيره. نيجي بقى للصفحه الثانيه، بيقول could I have not sugar for my tea please. الله، والشجر لا يعد، يبقى a little. تمام. I would like to eat not biscuits for breakfast. A few ولا a little؟ طبعا a few، لان البسكتس يعد، ادام فيها اس الجمع تعد. We stayed not days. الله، ده days تعد، يبقى اما a lot او a few. A lot مفيش of، يبقى a few days. تمام. There is not chocolate in the cake. في الشوكولاتة بتعد؟ لا، يبقى a little. عندي a little؟ لا، يبقى a lot of، لان هي اللي بتيجي مع الاثنين. We don't have much much fat in our diet. We only eat not meat. بيقول احنا ما عندناش دهون كتير في الدايت بتاعنا، احنا بناكل لحمة قليلة، يبقى a little meat، لان اللحمة لا تعد. There were not of damages in his car because of the accident. بيقول a lot قلتها a lot، لان جاي وراها ايه of. طيب I ate a few fries. الله، ده انا عندي of، يبقى a lot، خلي بالك. طيب بيقول لي they like a little olives. لا، a few، هكتبها هنا قدامها عشان المكان. هنا بقى بيقول لي my brother likes a few milk a little. كانش احمد، يبقى الحاج احمد على طول. طيب بيقول لي if you want to be healthy you should eat lot fruit and vegetable. لو انت عايز تبقى صحي يبقى تاكل فاكهه كتير، يبقى a lot of. تمام كده. طيب بعد كده بقى يونت 9 هناخدها بكره ان شاء الله، ممكن 9 و10 ناخدهم بكره، ماشي، عشان نلحق نحل في الكتب الثانيه. هنا بقى في امتحان اهو على يونت 7 و8، احنا طبعا رجعناهم، هنقرا الليسن مع بعض ونحل الامتحان كله. بيقول لي when did لما اوردر ذا فون. طيب نقرا من ورا توفيرا للوقت والجهد. اهو 7 و8 بيقول ايه. لما اوردرد ا نيو موبايل فون لاست ويك اند ذا ديليفري واز توداي مورنينج. When she opened the box, the screen was damaged. She would like to change the phone for a new one. تمام كده. طيب هي اشترت التليفون ده امتى؟ هنقول last week. تمام. The delivery was today morning. The screen of the phone was damaged. السكرين كانت ايه مكسورة. She wanted to not the phone in for a new one. يبقى change، كانت عايزة تغيره. نحل بقى المحادثة. بيقول سما اسكس علا some questions about computer games. يقول لي سما بتسأل علا شوية أسئلة عن ألعاب الكمبيوتر. قالت لها can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة. فتقول لها yes you can أو yes of course أو yes sure. تمام. سألتها سؤال، قالت لها in my view، في رأيي not all computer games are bad، في رأيي مش كل ألعاب الكمبيوتر سيئة. هتقول لها هل تعتقد إن كل ألعاب الكمبيوتر سيئة؟ فهتقول لها إيه do you think all computer games
اهو all computer games are bad، هنطلعها تاني هنا فوق تمام، وتحط لها علامة استفهام في الاخر عشان بس المكان هيبقى ضيق. سألتها سؤال قالتها because some of them can help you to learn things، بتقولها لان في بعض منهم ممكن يعلمك حاجات، يبقى هتقول لها ليه why do you think that، ليه بتعتقدي كده. طيب قالت لها do you think it is good idea، it's a good idea to play games late at night، قالت لها هل تعتقد ان احنا نلعب العاب دي في الليل، فهتقول لها no مثلا it's bad for مثلا our eyes. طيب قالت لها should it be a problem if you play quiet calm games in the evening، قالت لها طب هل هيبقى في مشكلة لو لعبنا العاب هادية وفي الليل، فهتقول لها no مثلا لا مفيش مشكلة never mind او no it isn't عادي it isn't تمام. القطع بقى بيقول لي ايه not all people think the same about shopping online، مش كل الناس بتفكر في نفس التفكير في الشوبينج اونلاين اللي هو التسوق عن طريق الانترنت. بيقول لي some people think that shopping online is great، في ناس بتقول ان هو عظيم، they think it saves time because they don't spend much time traveling to the shops، الناس بتقول بتوفر لها الوقت عشان ما تقعدش تلف في المحلات، and they can stay at home and buy things they want in a few minutes، وبيقعدوا في البيت ويشتروا اللي هم عايزينه في دقائق قليلة، they think that they have many choices online، وفي ناس وبتقول ان هم بيبقى عندهم اختيارات كتير عن طريق الانترنت، in their view في رأيهم shopping online will make less cars on the streets so there will be less pollution، في رأيهم ان مش هيبقى في عربيات كتير في الشوارع وهيبقى تلوث اقل. On the other hand في على الجانب الاخر some people don't think the same، في ناس تاني ما بتفكرش نفس التفكير. بيقولوا هنا ايه they don't like shopping online، ما بيحبوش التسوق عن طريق الانترنت، they say always have the wrong delivery when they shop online، بيقولوا ان دايما الدليفري بيجيب لهم حاجات غلط لما بيختاروا حاجة من الانترنت، they don't like to waste time waiting for a delivery، ما بيحبوش يضيع وقت وهم مستنيين الدليفري، they prefer to try things and see materials before buying them، بيقولوا ان هم لازم يجربوا المادة الخام بتاع الحاجة ويشوفوها قبل ما يشتروها. اول حاجة give a suitable title، ادي عنوان مناسب، ما فيش غير هو عنوان واحد shopping online، التسوق عن طريق الانترنت. What do you think of the shopping online؟ ايه رأيك في الشوبينج اونلاين؟ يا اما هتقول ان انت مع الناس دي او مع الناس التانية، فانت ايه براحتك. هتقول مثلا ايه I think، انا مثلا في رأيي it has advantages مميزات and disadvantages، ليه مميزات وايه وعيوب تمام، ده في رأيي انا. او ممكن بقى لو انت متحيز للرأي الاولاني او الرأي التاني براحتك اكتب اللي انت عايزه. where can you stay while shopping online، بيقول ممكن تستنى ايه ممكن تستنى فين لا لما شوبينج اونلاين while shopping online، طبعا انا هتسوق عن طريق الانترنت يبقى هقعد فين في البيت، I can stay home تمام. طيب كلمة بقى view ممكن نبدلها بإيه، طبعا opinion رأي، if more people shop online the street will be less polluted، هتبقى أقل تلوث. كلمة it هترجع على إيه، لو جينا بصينا هنا يا أولاد ل it اهي هنعمل ايه، راجع على مين، بيقول it saves time، بيقول له ان هو بيوفر الوقت، يبقى هو بيتكلم على مين الشوبينج اونلاين تمام كده. طيب نحل بقى على الكلمات، بيقول if I have a new phone that has a note to help me to do my homework، التليفون بتاعه فيه ايه الاب تطبيق تمام، he can speak different notes such as French and German، يبقى بيتكلم لغات كتير تبقى languages. طيب بعد كده بيقول not means very bad، حاجة وحشة جدا تبقى horrible تمام. طيب الصفحة التانية بيقول some people feel worried when they can't not their phones،
بيضايقوا لما تليفوناتهم ايه شيك ولا بيك ولا ويك ولا تشيك. بيقول لي بيقلقوا لما تليفوناتهم كانت شيك. يعني ايه شيك؟ يعني بتهتز. تمام. بعد كده استنوا، كانت تشيك، تشيك يا ولادي يفحصوا. تمام. طيب products like milk make our body strong، طبعا هتبقى ديري اللي هي فيها دي اي. تمام. طيب هنا our food should contain، لازم طعامنا يبقى فيه ايه؟ بروتين، فيتامينز، وود، اي وبي، لازم يبقى اي وبي البروتينات والفيتامينات. many sweets are not for us، لازم نقرا الايه الاختيارات كلها. بيقول هنا الحلويات are not for us، الحلويات طبعا مش كويسه لنا، يبقى are not good. تمام. if you not Cairo you should go to the Egyptian museum، طبعا عند شودي يبقى مضارع بسيط، يبقى مع يو هنختار فعل في الايه في المصدر. my son 8 years old next month، الله بيقول هيبقى عنده 8 سنين، يبقى will be مستقبل. not drink many fizzy drinks، يبقى don't drink، ما تشربش fizzy drinks اللي هي المشروبات الغازيه. نصحح بقى، بيقول would you like any، يبقى سمع على طول. طيب if she is ill you should cease، لا سي فعل في المصدر بعد should، don't arrive it، don't arrive لانه برضو بعدها مصدر. if you have a lot of money you will buy a new car، هتبقى will you buy، واليوم باي بتعكسهم بس. تمام. بس كده. هنا طبعا في باراجراف تحت عن الهيلث دايت، النظام الغذائي الصحي، طبعا هتلاقيه طبعا كل ده موجود في كتاب المدرسه من ورا. تمام. ان شاء الله بكره هعمل لكم الفيديو عن الباراجرافات المهمه، انا محضره والله من زمان، بس ايه محضره المواضيع بس ما فضلتش ان انا اكتبها. تمام. بس هكتبها معاكم بكره ان شاء الله، فبكره هينزل لكم فيديو الباراجرافات المتوقعه. تمام. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.